طيب قبل ما نتكلم على مباراة الأهلي والترجي وعندنا تفاصيل وأخبار وأحداث وناس كتير بتسألنا من حوالي 4 أيام إيه اللي هيحصل ومواعيد المباريات والحكام، نرجع تاني لأبو ظبي لأن عندنا مداخلة مهمة جدا مع زميل عزيز الأستاذ محي وردة الناقد الرياضي بجريدة الاتحاد الإماراتية معانا على الهواء من أبو ظبي عشان نطمن منه على جاهزية استاد محمد بن زايد وترتيبات مجلس أبو ظبي لخوض مباراة السوبر بعد اللي حصل الفترة الأخيرة، وهتكون المباراة بإذن الله ما بين الأهلي وبيراميدز. أستاذ محي ازي حضرتك، مساء الخير. ربنا يخليك، ازيك يا استاذ محمد، مساء الخير عليك ومساء الخير على كل الجماهير المصريه وجماهير النادي الاهلي تحديدا، ويا رب ان شاء الله تكون احتفاليه وبعيد للكره المصريه ان شاء الله باذن الله. وحشني جدا وموفق ومتالق انت وكل زملائنا المصريين في الامارات، وعايزين نطمن منك بقى على الاستعدادات والترتيبات لهذه المباراه باذن الله. بص عايز اقول لك ان يعني رغم القلق اللي حصل الكام يوم اللي فاتوا والتوتر والترقب اللي هو الزمالك جاي لا مش جاي، الامور هتمشي باني شكل، لكن الناس هنا ما بتسيبش حاجه للصدفه، يعني مجلس الضابط الرياضي عايز اقول لك فعاليات على مدار العام تقريبا شبه ما بتنتهيش، والكلام ده قلته قبل كده ان ابو ظبي يعني عندها استراتيجيه او مجلس ابو ظبي الرياضي عنده استراتيجيه ان هو يكون ابو ظبي عاصمه الرياضه العالميه، وبالتالي هو بيشتغل على احداث مش عايز اقول لك في العالم كله، يعني بيجيب احداث من كل عالم، سوبر ارجنتيني لمده 4 سنين، سوبر السوداني سبق انه اتلعب، السوبر المصري شفنا كام سنه احداث وفعاليات في كل المجالات وكل الانشطه، فنون قتاليه، العاب جولف، تنس، يعني بطولات عالميه بتقام في ابو ظبي، فبالتالي مفيش حاجه متسابه للصدفه. مجلس ابو ظبي الرياضي الاحداث بتمر على مدار العام، وبالتالي الاستعدادات على قدم وساق بصرف النظر عن طرفي المباراه، الامور كلها على ما يرام. مجلس ابو ظبي النهارده اعلن في بيان رسمي ان هي حسم القصه بتاعت التذاكر، طرفي المباراه الامور محسومه، المؤتمرات الصحفيه بكره هتنعقد ان شاء الله، والاجتماع الفني الساعه كام؟ الساعه 3 الساعه 3 الاجتماع الفني للمباراه، المؤتمر الخاص بالنادي الاهلي الساعه 4:30، كل ده في استاد محمد بن زايد، مؤتمر بيراميدز الساعه 5 او 5 الا ربع تحديدا. خلاص كل الامور معلنه، في حفل فني قبل المباراه يضبط المباراه في الفنان المصري تامر حسني، كل ده تم اعلانه النهارده، وقصه التذاكر خلاص من حق الجمهور اللي هو في الجزء الخاص اللي هو كان مخصص لنادي الزمالك من حقه يرجع التذاكر، في رابط اعلن عنه مجلس ابو ظبي الرياضي، بتدخل عن طريق رابط وعن طريق الشركه اللي تم من خلالها الحجز، عندك فرصه انك ترجع التذكره لحد الساعه 11 مساء الخميس. عايز اقول لك بقى بالنسبه للامور الثانيه، كل الامور تمام، كل الدنيا محسومه، التنظيم والحاجات دي انا يعني اضمن لك ان هو أكيد هيكون على اعلى 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 مستوى، وكل شيء معمول حسابه، وان شاء الله بقى يعني المباراه تبقى في على ارضيه الملعب، نشوف مباراه تليق بالكره المصريه باذن الله، نسينا الاحداث اللي حصلت الكام يوم اللي فاتوا اللي هم كان يعني كانت سبب في ان في حاله مش عايز اقول من يعني حاله حزن شويه من أكيد جانب الناس ومن جانبنا احنا كمصريين، والله ما كناش نتمنى الامور توصل لكده، لكن خلاص الصفحه واتقفلت، المباراه خلاص وهتتلعب، الدنيا الامور كلها ان شاء الله تمام، وان شاء الله المباراه تخرج زي ما قلت بشكل فريد بسمعه الكره المصريه في المقام الاول. طيب انا مش هطول عليك، عارف عندكم شغل كتير وبتطلعوا في اليوم اكتر من عدد عشان المباراه الكبيره، لكن عايز اعرف منك، يمكن الحكام المصريين تم اعلانهم بشكل رسمي، البنا والمساعدين، حكام تقنيه الحكم الفيديو المساعد الفي ار من الامارات، لكن لم يتم الاعلان عن اسمائهم، عندك الاسماء ولا لسه الاتحاد الاماراتي هيعلن خلال الساعات الجايه؟ لا, لا 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 لسه الاتحاد الاماراتي لم يعلن طاقم التحكيم الفار، لان زي ما قلت لك هو الفتره اللي فاتت بس كان في حاله من القلق والترقب والاحداث يعني وقصه مين جاي ومين الطرف والمباراه هتقام ازاي والكلام ده، يعني الكلام ده خد من وقتنا كتير وخد من تركيز الناس هنا كتير اعتقد الثلاث اربع ايام اللي فاتوا، لكن لا لسه ما اعلنش، اعتقد الامور دي كلها هتتحسم بكره يعني باذن الله بشكل كبير، وان شاء الله ربنا يسهل، واهم ما في الموضوع ان شاء الله تخرج المباراه فعلا تنسينا اللي حصل ونستمتع بها كلنا اماراتيين ومصريين، لان عايز اقول لك ان اهلي والاهلي وجوده هنا، ويمكن انت شفت في كاس العالم للانديه وشفت في اكيد في كام أربعة خمسة سوبر الأهلي كان طرف فيهم، كل مباراة في السوبر بتاعت هنا كان الأهلي طرف فيها، سواء لعب مع المصري في العين أو مع الزمالك 4 مرات قبل كده. الأهلي ليه شعبية كبيرة جدا وليه جماهيرية كبيرة جدا، في ناس بتيجي من كل الإمارات عشان الأهلي، وفي إماراتيين كتير جدا بيشجعوا الأهلي بيشجعوا الأهلي،
وانا اعتقد وتصوري ان الاستاد بكره هيبقى مليان بجمهور الاهلي. الاستاد 40,000 او بيشيل تقريبا 38,000، متصور ان الاستاد هيبقى مليان تقريبا بجمهور الاهلي، الا اذا كان في نسبه من جمهور الزمالك هتحضر، فده شيء لسه ما نعرفوش، لان موضوع استرجاع التذاكر مش باين النسبه ومش هتقدر لسه مش هتقدر تحصرها دلوقتي. صح. مع اغلاق اللي هي اعاده التذاكر هنقدر نحصر نسبه التذاكر اللي رجعت، وكمان الاليه بتاعت طرح التذاكر بشكل جديد، يعني هل هيتم طرح التذاكر بشكل جديد من اللي هي فتره من الخميس بالليل لحد الجمعه اقامه المباراه، ولا الامور هتمشي ازاي؟ بالظبط. الموضوع ده هيتضح مع اعاده التذاكر في الساعات القليله القادمه ان شاء الله. باذن الله. الزميل العزيز محيي ورده الناقد الرياضي بجريده الاتحاد الاماراتيه، انا بشكرك شكرا جزيلا، ادانا تفاصيل ومعلومات مهمه ومدى جاهزيه الاخوه الاشقاء في الامارات لاستقبال مباراه الاهلي وبيراميدز.